مرحبا بكم في ماشين. اليوم غادي نقدم لكم كيك موستي على الاناناس. في هذه الوصفه غادي نحتاجو في الكيكه الاسفنجيه 250 غرام دقيق، 250 غرام سنيده، 250 ملل قشده طريه، 3 ديال البيضات، 7 غرام سكر فانيي و7 غرام خميره كيماويه. في الموس ديال الاناناس غادي نحتاجو 250 ملل قشده طريه، 250 غرام اناناس، 3 ديال المعالق كبار السيرو ديال الاناناس، 40 غرام سنيده، ورقه ونص ديال الجيلاتين. غلاساج المرآة غادي نحتاجو 120 غرام اناناس، 3 ديال المعالق كبار السيرو ديال الاناناس، 2 معالق كبار سنيده، 2 ورق ديال الجيلاتين. نبداو بتحضير الكيكه الاسفنجيه. في اناء نديرو البيض، سنيده، سكر فانيي، ونضربو مزيان حتى يضاعف حجم البيض. نضيفو الدقيق، الخميره، ونخلطو. نضربو لا كريم ونضيفوها على الخليط. نديرو خليط الكيك في مول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وندخلو الفران سخون لمده ساعه على درجه حراره 180. يبرد مزيان قبل ما نقطعوه. باش نحضروا الموس ديال الاناناس، نطحنوا الاناناس مع السيرو، نديروا ورقه الجيلاتين في الماء باش يترخى. على نار مهيله نديروا الاناناس اللي طحنا سنيده ونخليهم حتى يغليو. نضيفوا الجيلاتين ونخليو الخليط يبرد. نضربوا لا كريم ونضيفوها على خليط الاناناس. نسقيو الكيك بالسيرو ونضيفو نص كمية لاموس ديال الاناناس. نديرو الطبقة الثانية ديال الكيك، نسقيوها بالسيرو ونديرو الكمية اللي بقات ديال لاموس ديال الاناناس، وندخلو الكيكة المجمد مدة جوج سوايع. نديرو ورقة الجيلاتين في الماء باش يترخى. باش نحضرو كلاصاج المرآة، نطحنو الاناناس ونديروه فوق النار مع شويه ديال السيرو وسنيده ونخليوه حتى يغلي. نضيفو الجيلاتين ونصفيو الخليط. نديرو كلاصاج على الكيكه ونرجعوها للمجمد، ولا بغيتو لا معان كتر تقدروا تضيفوا طبقه ديال الناباج. هكذا يكون وصلنا لفان ديال الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه. نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.